حطينا جزر وحطينا باذنجان ناقصنا بعد تفاح تفاح اي هذا حزين هذا تفاح حرام عليك يا مره هذا غالي امشي ايش فيك هذا اورجانيك يقصون عليكم يصفصفون لكم اياه ترى هذا سعره بسعر كيلوين من هذا شوفي زين يلمع والله بصراحه كلامها مقنع يا مره زين عادل ابي افوكادو عشان الجواكامولي ايش له سحر لا مو فودو افوكادو عشان الجواكامولي هي زين ردي هذا ما نبي غالي والله خذي كيلوين دام انه رخيص حق العيال يحبونه حق المدرسه والعيال بس هذا كافي 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 يلا 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 هيا نواة تبي ليمون لا اشوف اشوف تمر ويقم وبعد يقم بعد زين زين والله يرجونه ويجمدونه زين مفيد ترى هذا نفسه بالأردن يسوونه جميل يسوونه جميل إيه؟ حلو والله شكله إيه؟ وهو يستخدمونه حق كل شيء إيه؟ يحطونه بالحلوى إيه؟ سكر عطنا ملح وشكر حط لنا من هذا ربع ومن هذا ربع طبيعي كلامي ما راح يعجبك لان انا لاني مثقف ولا عندي خير انا بنظرك جاهل يا عمشه بس المثقف واللي يوزن الامور هذا عادل لا ما انت عادل الكشخة لا هذاك رجال رزين سنعي عارف يثمن الكلمة قبل لا يقولها مو مثلك انت سلام عليكم السلام هذه الابتسامة لي؟ أكيد لك ما يعني لا يطيح علي اوف ايش علي من هذا يلا مع بعض يلا سلامات يلا سويتي فينا يا ذكر الله يا جماعه ذكر الله زين ليدشونك جنون مو هم زين طحتي يا مره ايه كلامها عدل ترى كلامها عدل بعدين تعالي يا مره انت تراك كبرتي وانت نازله وانت طالعه شوي عظامك ما تتحمل لا والله والله كلامها صح كلامها سليم ترى كبرتي يا نوال اسكت انت بس عاد يجوز يا مره تسكتين رجل تبع ايه وانت بعد سكتي ما حد له شغل فيني اقول ما تبينك هواء شو دعوه الدله ما تخلص ابد والله ما تخلص اصلا تزيد هذا البيت بيت العز ولا اشهد انت صادق هذا ساعات احس ان القهوة تزين نفسها بنفسها تصدقين يقول لك تزين سمعي الكلمة تزين شوفي الثقل اللي موجود في لغة البدو فيها فصاحة زين شلون عن الغداء انا وحدة تغديت برا الحمد لله وانا بعد تغديت برا تزوج عليها والله انها تستاهل عاد انه يتزوج عليها اي والله انك تصدق يا ابو عامر اقول لو انا كبرت ليش ما تعرس عليها فيك انا زعلتي والله انت غشمر ترى عامر انت غشمر نضحك ايش فيه بس قهوه ايه هي وعاد الحين الاحداث دشت ببعضها عليكم بالعافية الله يعافيك أقول عمشة إيش رايك نسوي سمك رطنة تعرف تسوي سمك وين يا حظي رطنة تسوي سمك أنا اللي أطبخ بس خلوها الأسبوع الجاي اليوم كثرت من أكل السمك إيه تدرين كنت معزومة إيه ما شاء الله سمعتي شنو اللي سمعت تقول لك كانت معزومة خليها تنعزم شنو يعني؟ وما كل سمك عشتو يما شفيد شنو يعني ما كل سمك؟ أنا شاكة إن في شيء بينها وبين أبوك. إي صدقك أنتي. أبوي وين وهذه وين؟ أبوي حبيبتي أبوك يحب كل الحريم ما عنده ذوق. إي بس محيلي ترى صدق ما عنده السالفة. أبوك ضايل إنه متغدي سمك ومعزوم وقبل يومين سمعت عمشو يتكلم ما أدري منو وتقول
وش طيب وزين ومن هالكلام الماسخ هذا اللي ما ينفهم له. يما ما صدقك انتي ابوي خليك يروح لها. اصلا انا وابوك مو على اتفاق وانا صابره عليه علشانكم طول هالسنين. اذا بيتزوجها خليه يتزوجها ما يهمني. يما ما معقوله هالكلام صدقك انتي؟ اي من صدقي ابوك بيتزوج عمشه وراح اذكرك. جزاء جزاء وينك؟ ما حليت واجباتك. جزاء ايش فيك تعال؟ اخري عني. ايش في جزاء؟ الو ابو عامر تكفى الحق ولدي. يلا 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 عدل عدل يا جزاء. يا جزاء الولد لما يعتذر ها تجي للهدايا الزينة. شفت القاري هذا الأحمر الجالكسي اللي تبيه؟ أخيراً جبتوا القاري. أجل أنا وش كل سنة وش أجيب لك ها؟ عمي تشتري لي قاري شبح ثلاث واير ما حد قام يسوق أصلاً. يمك أخاف عليك وش أسوي؟ يقول لك تخاف عليك يبا بعدين هذا هو القاري ووصل. بس وعدتني وعد ترى يا جزاع تكون علاقتك مع مدرسينك قوية ها؟ ما شاء الله شرفت العائلة السعيدة. عليكم السلام شفيك قاعد تحكي أنت؟ ما فيني شيء فرحانة لكم. أقول يما جزع ودى القاري برا خلي يشوفونه ربعك ويستانسون. مبروك على القاري الجديد. منو يا بلك؟ عمو عادل. الله يخلي لكم يا رب. شو تقول هذه؟ شو تقول؟ ما عليك منها يا أمك هذه مهبولة. أنا مهبولة ولا أوال فشرت. صدقون عاد أنتوا غثيتوني. أنا ما أبي هذا قاريكم ها ما أبي خلاص ولا أبي تصيرين أمي ولا أبيكم تسكنون عندنا زين. يما جزاع أولادي يما يما زين كذي أنت مو تعرفين تسكتين ولا تعرفين تسكرين حلجك. شنو أسكر حلجي؟ أقول لك إذا تبي تتزوجها طلقني بالأول وبعدين أخذ لي بيت وعطني فلوس. مو كافي متحمل الفقر اللي حطيتني فيه؟ هم تبي تحط مرة على راسي؟ شو اللي ضحكك الحين ابي اعرف يعني شنو؟ انت مو من صدقك؟ لا مو من صدقي ومو طبيعية. انا مو طبيعية؟ شلون جاتك الفكرة ان انا اتزوجها؟ يا بنت الحلال مستحيل ما يصير هالشيء. سمعي نقدر احنا نتكلم هنا اصلا بشو عاي الغرفة. خليني افهمك قومي تعالي.